مرحبا بكم أصدقاء المشاهدين المتابعين لعب 12 والشرقية، حلقة جديدة متابعة مهمة نبديها بعد فاصل قصير، أتمنى تبقون ويانا. دائما احنا باللعب 12 وبالشرقية نحب التميز بتغطية كل الألعاب، لأن كل الألعاب أهلها ولاعبيها مدربيها القيمين عليها من واجبنا وعملنا الحقيقي فعلا انه نسلط الضوء عليهم. اليوم لعبة حلوة ولعبة رياضة جميلة جدا، البولينج. هذه اللعبة اللي بالتأكيد كثير من عندنا يتابعها يشوفها وأيضا ربما يلعبها، رغم انه هي تحتاج فعلا الى تكنيك خاص، الى تجهيزات من نوع خاص، كرات، أجلكم الله، أحذية، مركز خاص، قاعات خاصة. لكن هذه اللعبة اللي تميزها عن كل الألعاب والفعاليات الأخرى أنه بيها نسبة تسلية ومتعة كبيرة جدا، ممكن تتنافس وتستمتع أنت بنفس الوقت. هذه هي البولينج، هذه اللعبة اللي بالعراق موجودة من سنوات طويلة على شكل استثمارات خاصة، على شكل قاعات، على يعني شكل عمل للمتعة والتسلية، وموجود عندنا مشاركات بها ومنتخبات واتحاد. لكن هذه اللعبة حالها حال كل الألعاب، بها معاناة كبيرة وكبيرة جدا. اليوم البولينج هو حديثنا باللاعب 12، ونبدأ أولا كالعادة مع زيد السراج. لعبة رياضية مهمة بدأت تتسع شيئا فشيئا حتى صار لها قاعدة جيدة ولاعبون ولاعبات يشار لهم بالبنان عبر الأندية والمنتخبات، لكن هنالك معوقات كثيرة تقف عائقا أمام تطورها بصورة سريعة من خلال قلة الميران والاكتفاء للفريق الواحد بإجراء ميرانه لمرة واحدة في الأسبوع، والسبب عدم وجود القاعة الخاصة باتحاد البولينج والاعتماد فقط على قاعة أهلية يتم محاسبتها وفقا لنظام الساعات كسائر الناس الهواة التي تمارس البولينج، مع عدم اكتمال المركز التدريبي والذي شرعت ببنائه وزارة الشباب قبل عدة سنوات. وبدأ المنتخب الوطني الأول للرجال والنساء بإجراء التصفيات ما بين العناصر من أجل اختيار الأفضل منهم للمشاركة في بطولة ماليزيا الدولية المفتوحة، حيث من المنتظر أن تنطلق هذه البطولة نهاية هذا العام، وسيشارك العراق بثلاثة لاعبين ولاعبتان. مصاعب عديدة تواجه لعبة البولينج في العراق، منها غياب القاعات الحكومية والاعتماد على المستأجرة، والتي أثرت كثيرا على ميزانية الاتحاد الضعيفة أصلا، مع وضع عدة علامات استفهام على وزارة الشباب والتي لم تكمل إلى الآن المركز التدريبي الخاص بلعبة البولينج بداعي التقشف، وعلى الرغم من وصوله إلى مراحل إنجاز متقدمة، لكن طموحات كبيرة جدا لدى اللاعبين في تقديم أقصى ما لديهم خلال المشاركات الخارجية في البطولات الدولية والعربية. من بغداد للاعب 12 زيد السراج. إذن مثل ما قلنا، البولينج واحدة من الألعاب المهمة والمسلية، غالبية شبابنا يلعبوها، ومثل ما شاهدنا بالتقرير راح نشاهد أيضا بعد شوية كثير من اللاعبين واللاعبات الموجودين بالعراق يقدمون مستويات طيبة ومستويات جيدة، يتدربون ويروحون يحققون مراكز ونتائج طيبة جدا. لكن هذه اللعبة بالتأكيد بها الكثير من النقص، بها الكثير من الأمور اللي ما تخليها بوضع أفضل وبحال أحسن. اليوم البولينج احنا يمكن مو أول مرة نسوي حلقة على البولينج، من كل الحلقات اللي عملناها نفس المشكلة، عدم وجود قاعة، عدم وجود مركز تدريبي متخصص، رغم انه الوزارة يعني باشرت بالعمل على هذا المركز، وسمعنا انه نسبة الانجاز وصلت الى 75%، لكن الى اليوم ماكو اكتمال واكمال لهذا المركز اللي راح يكون حقيقة يعني بمخرج لكثير من المعاناة
لهذه اللعبة. راح نسمع رأي الوزارة، راح نسمع رأي الاتحاد، وأيضا رأي لاعبين ومدربين والكل من يرتبط بهذه اللعبة. أولا السيد نديم ستيفان أمين سور اتحاد البولينج العراقي، نسمعه ونرجع لكم. بالنسبة للعبة البولينج إقبال اللاعبين ممتاز جيد جدا، بس احنا نعاني من عدم وجود قاعات خاصة بينا، يعني قاعة واحدة في بغداد بس، وهذا يسبب لنا يعني صعوبات في اللعب. أما أهم البطولات، عندنا بطولة في ماليزيا شهر 12، فحاليا احنا نقوم بالتصفيات مجموعة متقدمين 14 لاعب، أربع مراحل تصفيات، أربع مراحل، كل مرحلة كل لاعب يلعب 6 أشواط، يعني معناها مجموع 24 شوط. أول 3 بالمجموع هم اللي راح يشاركون بالبطولة. وبالنسبة للمتقدمات لاعبتين راح يلعبون مرحلتين، كل مرحلة 6 أشواط، يعني مجموع 12 شوط. ما عندنا قاعة خاصة بينا، وهذا يسبب لنا صعوبات كبيرة طبعاً. كيف يأثر هذا اليوم على ميزانيتكم؟ طبعا يأثر، بالتأكيد يأثر، وحرية اللعب تكون شوية أقل، يعني لو مثل ما شلون تكون عندك قاعة خاصة بك أحسن، طبعا تقدر في أي وقت في أي مجال تقدر تستخدمها. إذن القاعة وهي أبرز مشكلات البولينج. مدربي اللعبة الكابتن طبعا عامر عبد الحسين وماهر عبد الحسين تحدثوا عن هذه التصفيات والتحضيرات لبطولة العالم بالبطولة الدولية المفتوحة بماليزيا نهاية السنة إن شاء الله، وأيضا في وضع اللعبة بشكل عام وما يخص القاعة وتدريبات اللاعبين. نتابع. احنا بالنسبة لنا كمدربين وكفنيين اللي موجودة بالقاعة، احنا نعاني من شغلات كثيرة، يعني مثل تجهيزات قاعة كاملة ما توجد عندنا، مجرد احنا نجي القاعات تكون تجارية، نجي نأجرها إيجار، يعني ناخذ على انه سبيل المثال انه كل لعبة نجي نلعبها وشنو محسوب علينا الجيم ب 4000، فنجي نصير، يعني احنا نتأمل ان تكون قاعة بالنسبة للاتحاد تكون هناك، بالعكس كل المعوقات تروح من عندنا، بالنسبة للتدريبات تكثف التدريبات المكثفة تصير، بطولات مكثفة هم تصير، بس احنا نقول الله كريم منا، نقول التطور ان شاء الله موجود، وان شاء الله نحصل على قاعة جديدة للاتحاد ان شاء الله. البطولات الخارجية احنا بطولات دائما تجينا، بطولات عربية وبطولات شباب، بطولات متقدمين وبطولات النساء، يعني عدة البطولات، بس حاليا هسه بطولة في ماليزيا يعني مترتبة بها المتقدمين، من ضمنها متقدمات نساء ومن ضمنها متقدمين رجال، فحاليا لحد الآن تشوف بعضهم اللاعبين يسوون منافسات ما بيناتهم أن يبرزون عن أحسن لاعبين حتى يطلعون إلى البطولة الماليزية. يعني احنا بالنسبة لنا نواجه يعني معاناة القاعة، مثلا احنا عندنا الصالة هاي إيجار، ما نقدر احنا نتمرن بكيفنا، احنا المفروض 4 وحدات تدريبية للمنتخب، احنا قاعد نقلص نسويها تمرين واحد بالاسبوع، طبعا هذا ما يكفي، يعني بعد شنو اقدر احكي لك، يعني على شغلات السفر اللي احتكاكنا باللاعبين اللي برا، همينا منطينا بطولة واحدة بالسنة، وهمينا لحد الان ما مسافرين، تمشون هسه صارت عندنا سفرة مال ماليزيا، وإن شاء الله نحتك بالعالم همينا إن شاء الله. معنا عبر التليفون السيدة عصماء عبد الحسين الأمين المالي لاتحاد البولينج العراقي. سيدة عصماء، أنا أشكرك جدا على حضورك ويانا اليوم باللاعب 12 وبالشرقية عبر التليفون، وشكرا على وقتك، وبالتالي اليوم يعني حضرتك يمكن مسؤولة عن أصعب جزء باللعبة وهو التمويل، فقبل ما نحكي على القاعة وغير أمور المختصة بالقاعة، اتحاد البولينج ميزانيته وتمويله من وين، وعندكم مصادر أخرى للتمويل غير التخصيصات؟ في البداية أشكركم وأرحب بكم في البرنامج الرائع اللي تقدمونه، أشكركم على هاي الاستضافة.
بالبداية احنا بنعمل بفق الميزانية مخصصة لنا من اللجنة الأوروبية. نعم. لكن لدينا أي مصادر أخرى للتمويل. احنا بنعمل وفق المنهاج المرسوم لنا ومخطط لنا لمدة سنة. نقدر نعرف ايش قد ميزانيتكم؟ ست عصماء، نقدر نعرف ايش قد ميزانيتكم؟ ميزانيتنا 168 168 مليون دينار عراقي. نعم. زين، هذه كل موسم على شنو تتوزع؟ تتوزع بنظام الناس. احنا عندنا ما عندنا قاعات، نجي مثل ما تشوفون في ماكسيموم، نعمل بشكل يعني الاجر اليومي، يعني حسب على الجيم ندفع حسب حالنا حال اي مرتاد يجي للقاعه. فايضا احنا موزع على ايجار، يعني ايجار الجيمات، على رواتب لاعبين، مشرفين، مدربين فنيين، وبعدنا بطولات اخرى، وايضا تجهيزات، لان التجهيزات لنا خاصه لازم نستوردها من برا، مثل الكرات، العفو، احذيه، اشياء خاصه بالتزييت، اذا هاي اللاينات تحتاج الى تزييت، وهذا التزييت لازم يكون مستورد من خارج القطر. يعني هذه كلها بال 168، يعني حتى اللجنه الاولمبيه مثلا ما تتكفل تستورد لكم التجهيزات، يعني تجهيزات البولينج يعني مكلفه ومكلفه جدا. العفو مو 168، 186. حتى 186، مو ذاك الفرق ست عصماء. حتى التجهيزات كلها انتم من ضمن هاي الميزانيه، مو الاولمبيه تستوردها لكم او تجيبها لكم؟ لا احنا لا، طبعا بالتعاون معهم، بس بتعرف الشركات اللي احنا دائما، يعني احنا نعطيهم اسم الشركه، لان تعرفوا اكو شركات يعني مو عالميه او تكون شلون نقول عليها صينيه مثلا، مو اللي يعني اقول يعني اجهزه خاصه اللعب باللعبه، فلازم تكون اصليه، يعني من منشا عالمي معروف. فبالاعتماد معهم طبعا، بالاتفاق وياهم، تشكل لجنه صرف، تشكل لجنه مشتريات بهذا الشيء، يعني نقدر نستورد هذا الشيء. كم بطوله الميزانيه تسمح لكم تقيموها، سواء بطوله محليه انتم مسؤولين عليها او بطوله خارجيه تروحون تشاركون بها؟ نعم، بالنسبه للبطولات المحليه تقريبا عندنا هاي السنه 5 بطولات محليه، اقمنا منها 3 بطولات خلال النصف الاول من السنه، وان شاء الله اكو بطولتين قادمه خلال الشهرين القادمين، وبطوله خارجيه واحده بس، يعني تكفي ميزانيتنا فقط، تتحمل ميزانيتنا بطوله واحده. زين، لا باقي البطولات انتم شلون تحملون، يعني من يتحمل لعد ميزانيتها اذا ما تقدرون على بطوله واحده؟ باقي البطولات اللي يحب يشارك من اللاعبين على حسابهم الخاص، او احنا بنحدد البطولات، يعني المشاركه العفو البطولات الرسميه اللي يقيمها الاتحاد العربي والاتحاد الاسيوي بدعوه من عندهم، و نقدر يعني اكثر شيء البطولات العربيه نقدر نشارك فيها. زين، ست عصماء، اكو انديه بيها البولينج يلعبون، يعني اكو ماكو؟ ما العفو قصدك يعني كلاعبين على بالي كلعب يعني كملعب. لا انديه يعني اكو انديه من ضمن فعاليات البولينج؟ اكو انديه عندنا مالت بغداد، عندنا الخطوط، عندنا الاربني، عندنا الاسوري. ذولا وين يتدربون؟ وين يتنافسون؟ هم بنفس القاعات المؤجرة؟ كل الأندية تتدرب عندنا بقاعتنا بالماكسيمول، كل الأندية تجي هنا تتدرب عندنا بقاعتنا الماكسيمول، حتى احنا دائما نوفر لهم تجهيزات، يعني يطلبون عندنا تجهيزات نوفر لهم احنا التجهيزات. طيب انتم كاتحاد للبولينج ما كان يعني ما عندكم فكرة انه هاي الأندية اللي الكم نادي 5 أو 6 اللي بيها فعالية البولينج تجمعوهم باجتماع ويساهمون ولو بجزء بسيط من ميزانيات الأندية أو تخصيص مبلغ معين حتى تبنون قاعة للبولينج؟ ما صارت إيش فكرة، أو تكملون المركز التخصصي اللي بدأت به الوزارة ووصلت نسبة الإنجاز ب 75% وتوقفت على مود الفلوس،
هذه الفكرة يعني منطقية واقعية لو لا؟ طبعا احنا يعني عندنا فكرة بهذا الشيء ان شاء الله على السنة الجاية نطلب من الأندية يعني خصوصا يعني تعرف احنا سبب نجاح كل اتحاد هي مشاركات اللاعبين من الأندية. زين. مثل ما تعرف هذا الشيء. فاحنا ما نريد شلون احنا نريد نكسب لاعبين نكسب أندية تعرف ما بتوقع القاعات في بغداد حتى يكون عندنا ذاك الكم الهائل من اللاعبين واللي يحبون هاي اللعبة. احنا بنحاول نكسب أكثر عدد من اللاعبين والأندية هي اللي بتنجح من هذا الفني خلال السنة. إن شاء الله عندنا يعني فكرة بهذا الشيء بكل الأندية تساعدنا بهذا الموضوع. طيب اليوم أنتم كاتحاد البولينج يعني مع وزارة الشباب والرياضة كان أكو مركز تخصصي للعبة وهذا المركز التخصصي توقف العمل به بسبب التقشف وصار لش قبل توقف العمل بهذا المركز وأنتم كاتحاد ما عندكم محاولات مع الوزارة ما استوضحت الصورة أكو حل راح تكمل هاي 25% النقص بالمركز التدريبي لولا؟ طبعا سعت وزارة الشباب والرياضة بإنشاء قاعة مطابقة لمواصفات دولية وتم وضع الحجر الأساسي والسمة المباشرة والتنفيذ وقطعت الأعمال شوطا مهما غير أن الضائقة المالية تعاني منها البلد والحرب طبعا وضمنها جزء منها حربنا ضد عصابات داعش أدت إلى إيقاف العمل. وايضا تدخل السيد وزير الشباب والرياضه السيد عبد الحسين عطان مشكور من اجل ايجاد حل لاكمال هاي القاعه عن طريق الاستثمار غير ان الوضع بقى على ما هو مثل ما انت تشوف. نأمل ان شاء الله من الحكومه العراقيه ل 2018 ان تخصص ميزانيه حتى ترى النور قاعتنا ترى النور وتصبح لدينا قاعه رياضيه نموذجيه تقام عليها المنافسات والبطولات المحلية والعربية إن شاء الله. يعني الكلام بس مجرد أمنيات ماكو شيء على أرض الواقع ما رحتوا صار كم قد ما راجعين الوزارة على مود المركز وعلى مود الـ يعني إكماله. إحنا مقدرين الظروف اللي تمر بها البلد وإحنا منهم يعني إحنا نأمل وإن شاء الله يصير تطور يصير عندنا قاعة نموذجية احنا نعمل الشيء الزين ونعمل الشيء الحسن بس احنا هم لازم نقدر ظروفنا وظروف بلدنا ويعني يكون احنا مو كل شيء يعني احنا ضد يعني هذا الشيء بالعكس احنا هم لازم نوقف وياهم يعني مش نسوي بعد ما باليد حيلة. طيب التحضير للقادم من البطولات اكو بطولة دولية مفتوحة في ماليزيا واكو بطولة في عمان فبالتالي يعني هذا التحضير لهذه الارقام لازم يعزز نتائجنا الطيبه بالبطولات السابقه. نعم احنا عندنا بطوله سابقه خلال هاي السنه احنا عندنا طبعا خلال السنين الماضيه احنا حصلنا على بطولات عربيه جبنا بها نتائج طيبه ميداليات فضيه ميداليات برونزيه وايضا خلال هاي السنه شارك بها لاعب عندنا من منتخب الناشئه ولاول مره يشارك بها علي حيدر جاب الميداليه الذهبيه حصل على الميداليه الذهبيه في البطوله المفتوحه في جمهوريه مصر العربيه بطوله سيناء الدوليه حصل على الميداليه الذهبيه وايضا ساعدنا بالبطوله العربيه اللي تقام في سلطنه عمان تم تاجيلها الى السنه القادمه واكو عندنا بطوله هسه ايضا بدنا نتحضر او بدنا نتهيئ لها بطوله اسيويه في ماليزيا. طيب نعم العفو يعني مستمرين بالتدريب في القاعه. طيب شكرا جزيلا تدريبيه لكل فئه. شكرا جزيلا ست عصماء عبد الحسين الامين المالي لاتحاد البولنج العراقي حقيقه كانت ويانا عبر التليفون شكرا لك ست عصماء وبالتالي اليوم هذه اللعبه يعني حالها حال هوايه العاب الاموال وقله الاموال وقله الدعم والميزانيات القليله يعني مقيد القائمين عليها مقيد اللاعبين مقيد المدربين ما تخليهم يعملون بالطريقه الصحيحه لكن رغم ذلك نشوفهم يلعبون يطلعون ينافسون يعني 186
مليون دينار، مبلغ قليل جدا لبطولة ولاتحاد ومنافسات محلية ومنافسات خارجية. لكن يعني مثل ما سمعنا ست عصماء قبل شوي، ما باليد حيلة، هذا وضع البلد، قلة الأموال والتقشف. لكن احنا يعني يمكن البولينج اليوم نحكي عليها، لكن الكلام موجه لكل هذه الألعاب اللي تعاني من نقص. كرة القدم اللعبة الأولى واللي تجيب فلوس، ما زلنا احنا نعاني من نقص كبير بمنشآتنا الرياضية على مستوى كرة القدم وبملاعبنا، رغم التحسن الحاصل لكن احنا ما زلنا بعيدين عن الرقم المطلوب لتحقيق نتائج طيبة. الألعاب الأخرى أيضا محتاجة للدعم، محتاجة للمساندة، ودائما نرجع ونقول على اللجنة الأولمبية، على وزارة الشباب والرياضة، أنه بنهاية كل موسم ما نعتمد على العلاقات وعلى هذا قرايب الوزير وهذا صديق الوزير وهذا صديق الرئيس اللجنة الأولمبية وهذا علاقته بي قوية وأمنح تخصيصات زيادة أو أمنح منحة خاصة. لا، أجي أشوف هذا الاتحاد سوى خلال هذه السنة، شنو إنجازاته، إنجازات التنظيم، الإدارة، ترتيب المسابقات المحلية، إنجازها، كم لاعب شارك، قاعدة اللعبة، الحضور الجماهيري، التأثير بالمجتمع الرياضي والمجتمع العراقي بشكل عام، وأيضاً على مستوى البطولات الخارجية، الحضور بالبطولات الخارجية، الأرقام اللي يحققوها. لما أشوفها وأدرسها دراسة أشوف هذا الاتحاد يستحق الزيادة أو لا يستحق. ومو غلط إذا نأخذ الزيادة من اتحاد نايم ما عنده أي مشاركة، ما عنده أي بطولة، ما عنده أي استحقاق، ومدى يعمل ومدى يشتغل، أخذها من عنده وانطيها للاتحاد اللي دا يعمل. هذا مبدأ عمل يعني مهني دائما النادي به بالنسبة للتقييم العمل لوزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية العراقية. لاعبينا، لاعبي البولينج أيضا يتحدثون عن معاناتهم ووضعهم، نسمعهم ونرجع لكم. بالدرجة الأولى المعوقات هي الصالات، ما عندنا مركز تدريبي خاص بنا، مراكز تدريبية يوميا نروح على مركز تدريبي نأجر، وما عجبهم الوضع يطلعونا ونروح على غيره وغيره، والمواعيد وهاي صار لها سنين. بنونا قاعة بالمجمع الرياضي ملعب الشعب، والقاعة بقت هيكل ولحد الآن ما كاملة القاعة، مخصصات ماكو، تقشف ما أدري التقشف بس على البولينج، ما كل الملاعب بس تنشئ، والملاعب ما شاء الله وزارة الشباب. يعني عندك فكرة ايش قد وصل حجم الإنجاز بها للقاعة؟ واصل هيكل بس، يعني شبقة تشطيب وينصبون لاينات ومدى تكمل القاعة، ويوميا شايلين جناطنا وكراتنا وشايلين مركز تدريب ثاني. والميزانية مال الاتحاد قليلة، يعني أصل الميزانية دا تتحمل عبء تدريباتنا، والتدريبات مو بالمستوى الموضوع يعني اللي وصلك اللاعب اللي تتنافس على بطولات خارجية. يعني احنا عندنا وحدة تدريبية بالأسبوع، وما يقدر الاتحاد يسوي لك أكثر من وحدة تدريبية لأن الميزانية قليلة. تريد تشارك بطولة خارجية ما يقدر الاتحاد يطلعك إلا بطولة رسمية عربية، لأن الميزانية مال الاتحاد قليلة. كل هالمعوقات هي تأثر على اللعبة وعلى مستوى اللاعب. طبعاً مثل تعرف إحنا عندنا مركز تدريب واحد، طبعاً هذا المركز هو للإيجار، يعني مو تابع لوزارة الشباب والرياضة، وعندنا وزارة الشباب والرياضة بناء قاعة متكاملة للمنتخبات الوطنية، بس لحد الآن ما شفنا المشروع ولا بين على النور. يعني نسمع حكي إنه إنجاز 75% فقط، بعد معدات المكاين لحد الآن ما جاية، وهي عصب البولينج هي الماكينة. فمثل ما تعرف حضرتك احنا منتخب وطني، منتخب شباب، منتخب ناشئين، كنا نلعب مركز تدريب واحد فقط وايجار، يعني سنويا ندفع الاتحاد يتحمل ميزانيته الخاصه يدفع للماكسيموم على مود احنا نجي نلعب هذا. يعني اي تطور من 2003 لحد هسه ما عندنا، نفس القاعه، نفس المشاكل، نفس المشاريع متوقفه، ماكو اي اهتمام باللعبه بالعراق. يعني الميزانيه اكثرها يذهب للايجار. طبعا الميزانيه فقط للايجار، الاتحاد يسوي ميزانيه يوديها للايجار على مود احنا نكمل مشوارنا نلعب. عندنا منتخبات، تصفيات، عندنا بطولات خارجيه، كل هاي متوقفه بسبب انه ما قاعه نتدرب بها. وزاره الشباب والرياضه المعنيه بتوفير كل البنى التحتيه والمنشات الرياضيه لكل الالعاب، بالتاكيد
عمل وزارة الشباب والرياضة عمل صعب ومعقد ويعني أفقي، يمتد إلى كل العراق، يمتد إلى كل الألعاب والفعاليات. واليوم الوزارة حقيقة نشهد نهضة على مستوى كرة القدم، لكن هذه النهضة أصحاب الألعاب والفعاليات الأخرى يشعرون بغصة، لأن الاهتمام كله بكرة القدم والتوسع بكرة القدم، بينما كل لعبة يمكن تحتاج إلى قاعة، تحتاج إلى ملعب، تحتاج إلى مضمار، تحتاج إلى مركز تخصصي واحد بس، مو ملاعب كثيرة بكل ملعب محافظة حالها حال كرة القدم. خلينا يعني نستفهم هذه النقطة من السيد طالب الموسوي مدير عام الأقاليم والمحافظات المسؤول على هذه الجزئية بهذا العمل. سيد طالب مرحبا بك باللاعب 12 وبالشرقية، أنا سعيد جدا بتواجدك ويانا وأشكرك على وقتك وعلى حضورك. اليوم احنا نتحدث عن البولينج كلعبة، لكن كمنشأ وبنية تحتية لألعاب كثيرة مفقودة وغير موجودة. خليني أولا أبدأ معك بالبولينج بشكل مباشر، بنيته مركز تخصصي، والمركز التخصصي وصل نسبة إنجاز 70 أو 75% وتوقف بسبب التقشف وقلة الأموال. أكو أمل هذا المركز بالنسبة للعبة البولينج يكمل؟ السلام عليكم. تحياتنا إلى ضيوفك الكرام لقناة الموقرة ولكل مشاهدي هذه القناة الطيبة. شكرا لإتاحة الفرصة بنفس الوقت أن نتحدث إلى مشاهدينا. صراحة أن معاناة الرياضة العراقية كبيرة وخصوصا في الوقت الحاضر. وإحنا جادين كوزارة الشباب والرياضة، صدق أنه السيد الوزير والوزارة بكل كوادرها يعني استنفار كامل بكل عملنا المشاريع اللي نقدر ننجزها. انا لا اتحدث فقط انه استمعت للاخوان وجنابكم انه موضوع الملاعب وكره القدم، اليوم اتجهنا بالعكس انه عندنا قاعات، بدت القاعات في كربلاء وقاعه في بابل ومسابح، مسبح الديوانيه ومسبح الكوت ومسبح الرمايته ايضا انجزت هذه الليل. أضافة إلى الألعاب الأخرى اللي هي ضمن ملاعب كرة القدم اللي هو ألعاب الساحة والميدان، كثير من الملاعب أنجزت وركزنا أنه يجب أن نركز على الملاعب اللي فيها ألعاب القوة الساحة والميدان. موضوع البولينج صراحة أنه أخواننا يعانون معاناة كبيرة، أنا الله شاهد هذا الموضوع قاعد أتابع من قبل السيد الوزير. إحنا مشكلتنا الآن ليس فقط بالتخصيص، مشكلتنا بالشركات المنفذة لهذه المشاريع، ليس ما متبقي من المشروع، يعني اذا المشروع 70% وباقي 30 هو اساسا يطلب ما يقارب اكثر من 20% 30%، يعني هو اللي منطيه الوزاره ما يقارب 30%، يعني 30 40% المتبقيه ما مدفوع مبالغها. ظرف الاقتصاد اللي وضعنا بهذا الاحراج امام جميع المشاريع خلصنا انه نبحث عن بدائل. انا اليوم اذا اكو حل، هو الحل انه الاخوان بالاتحاد إذا أكو مستثمر عند الإمكانية والقدرة أنه يكمل القاعات، أو عند الإمكانية وقدرة أن نشيد قاعة للاتحاد في أرض تابعة لوزارة الشباب والرياضة، بالتالي هذه أيضا من جانبين، إدامتها وترتيبها والعناية بها من جانب المستثمر. يعني سيد طالب معناها خلينا بالبولينج وبعدين شوية نروح على باقي الألعاب. معناها حضرتك بهذا كلامك وحضرتك أنت يعني يمكن بالمسؤولية المباشرة على هذا الموضوع، معناها أنه وزارة الشباب والرياضة رفعت اليد عن قضية البولينج، والحل الوحيد أنه اتحاد البولينج يدور على مستثمر يكمل المركز. لا لا العفو، مو بالذات البولينج، احنا عندنا مشكلة بكثير من مشاريعنا. تعرف ترى هسه المشاريع اللي قاعد نمشي الحال مالتها هي بها تخصيصات في البنك المركزي، أساس الشركة هي سحبة أموالها أو دعتها إلها الوزارة بالبنك قبل الوضع الاقتصادي اللي صار، لذلك إحنا قاعد نشتغل بهذه النسبة اللي موجودة اللي هي 40%، هذا اللي قاعد يمشي عمل الشركات. أنا اليوم أريد أوجه حلول لهذا الموضوع، خب ما نبقى إنه بسبب الشركة والوضع الاقتصادي إحنا نبقى نتفرج على البولينج ووضعهم اللي مأساوي بالوقت الحاضر. أنا أقول عندنا خطوات لمعالجة موضوع، اليوم عندنا الكثير من الأراضي وزارة الشباب والرياضة فارغة. هالخطوات واقفة سيد طالب، يعني خلينا بالخصوص على موضوع البولينج، صار سنوات متأخرة، لا أنتم لقيتوا حل ولا هم لقوا حل مثل ما قلتوا المستثمر، ويعني ماذا نشوف أنه أكو أمل هذا المركز دي. يعني هم الناس أهل اللعبة يقولون لهم إحنا ما عندنا مشكلة غير القاعة، كملوا لنا القاعة وإحنا بعد ما عندنا مشكلة نسكت،
هل الصعوبة جدا، هل التكلفة الباقية كلش عالية بحيث الوزارة ما تقدر تخلص هذا المشروع وتبني مركز للعبة تحمي شبابنا من كثير أمور حضرتك بالتأكيد على اطلاع بها؟ نعم نعم، هو معاناته ما الله قاعد نحس بمعاناته، بس انت اليوم مو فقط قاعة البول، اليوم عشرات من القاعات والمسابح والملاعب اللي يعني صراحة جمدت مبالغها، بالتالي ان لو تعرف ميزانية الوزارة يعني تستغرب انه معقولة وزارة الشباب والرياضة بحجم مشاريعها ان تكون ميزانيتها بهذا الشكل البسيط. يعني اليوم ضغوط من معالي الوزير على مجلس الوزراء ان يحصل له مبلغ معين لهدف معين، وهذا الهدف الا بقناعة مجلس الوزراء ولجنة مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية يلا يطلع هذا المبلغ ونقدر نصرفه على نفس المكان اللي يخصصه له. تعرف اليوم هذا التوجه الان بهذه الطريقة، فهو معاناتهم واضحة، بس انا اقول هل من المعقول ما اجد مستثمر، لان هي لعبة موجودة ولها امكانياتها ولها وضعها بالساحة الرياضية ولها رغبة لجمهورها كبير، بالتالي انا اقول كل اراضي وزارة الشباب والرياضة بها مجال وهي مكانات استراتيجية ومهمة بالعاصمة بغداد، ممكن ان نوجد المستثمر اللي يليق بهذا الموضوع. طيب هذا يعني البولينج جزء من القاعة مالتها ما خلصان، وباقي الالعاب ايضا حضرتك تحدثت عن يعني هواية العاب اخرى، اللي عنده قاعة نقص، اللي عنده مضمار، اللي عنده ربما ميدان مثل البولينج، ليس بمستوى موضوع البولينج. اليوم اذا نتحدث عن قاعات، اليوم قاعات موجودة في كل محافظة، ايضا عندنا في بغداد حتى القاعات اللي موجودة في مقر الوزارة يعني تقريبا لا بأس بها، ملاعب مضمار عندنا تقريبا اغلب محافظاتنا بها ملعب 5000 فما فوق وبه مضمار لالعاب القوى وموجود. بس انا اليوم ايضا اتحدث باتجاه اتحاداتنا وانديتنا، هل مستغل القاعات اللي موجوده متوفره حاليا بلاعبين ناشئين وشبال وشباب وبراعم؟ رحت بالقاعات تلقاها اغلبها فارغه، وهذا خوف ايضا مأساة قاعد يصير عندنا اليوم. ترى كل انديتنا تاخذ اللاعب الجاهز بطريقه او باخرى تستنقي، لا عندنا اعداد من براعم واشبال وناشئين الى نصل للشباب والمتقدمين، هذه ما نعمل بها. طيب بالتالي هاي الرياضه العراقيه اللي موجوده بالوقت الحاضر. طيب سيد طالب، كوزاره يعني ضوء اللي يعني ان انجز من قاعات وربما ايضا ملاعب تشمل الكلام هذا ومضامير وميادين اخرى، يعني ماكو لعبة طلعت عندنا بالبرنامج أو بغير مكان إلا إذا أقول لك اتحاد الدراجات يقول لك ما عندنا مضمار، ألعاب القوى أيضا يعانون، والوزارة تحدث عن إنجاز، تحدث عن عمل. أنا راح أعطيك تفصيل، يا ريت. يعني بكل كل محافظة فيها أكثر من 3 قاعات، وأكو محافظات أنا اللي أعرفها هي اللي ديوانية والكوت والسماوة بها أكثر من 9 قاعات. زين. طيب. هذا من جانب، من جانب كل محافظة من محافظاتنا لا تقل عن ملعب 5000 بمضمار لألعاب القوى ومنشأ جديد، عدا الملاعب اللي 1500 متفرج، يعني كل مدينة بها 5 أو 6 ملاعب، عدا ملاعب الخماس اللي موجودة. بس مع ذلك هذا مو معناه أنه وصلنا إلى مستوى الارتقاء ومستوى الارتفاع الذاتي اللي رياضينا ومنشآتنا والبنى التحتية بالعراق، لا، بس النسبة اللي موجودة هسه ممكن أن نفعل عليها أنشطة وبرامج، وممكن اللي عنده بطولة وبرنامج رياضي اليوم في أي محافظة ممكن أن نستغل هذه المنشآت، وأنا على استعداد كامل أي اتحاد. اليوم إحنا كل هذه المنشآت هي في خدمة الرياضة العراقية. إن شاء الله يسمعوك الاتحادات، يسمعوك الألعاب سيد طالب الموسوي. وأنا أحب أن الإخوان، أحب أن الإخوان أن ألتقي بهم الاتحاد البولينج. نعم. أنا أشوف شنو اللي عندهم باكر حاضر بانتظارهم الساعة 10 الصبح إذا يحبون يجون للوزارة كلهم خدمتهم. أكيد يسمعوك الآن السادة أعضاء رئيس وأعضاء اتحاد البولينج العراقي سيد طالب الموسوي مدير عام الأقاليم والمحافظات، باكر الصبح ينتظركم الساعة 10، اتصلوا بي وتوعدوا وياه وعرضوا عليه كل الأشياء اللي تريدوها، وبالتأكيد هم حريصين لأن هم أيضا يريدون يخلصون من وجع الرأس، وأيضا أنتم تريدون تكملون شغلكم وعملكم، وبالتالي هي دعوة ست عصماء أكيد تسمعنا أعضاء الاتحاد اللاعبين، هاي دعوة موجهة من السيد طالب الموسوي مدير عام الأقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة المسؤول
عن هذا الأمر للالتقاء به باكر ساعة 10. وأتمنى من يخلص اجتماعكم ترنون علينا وتشوفون نتائجة الاجتماع إذا كانت بها حلول واقعية، وهذا ما نتمناه بالتأكيد. شكر جزيل لسيد طالب الموسوي على وجودك ويانا اليوم بالحلقة عبر التليفون. مجموعة أخرى من لاعبات ولاعبي البولينج نسمعهم ونرجع لكم. والله أهم معوق واجهنا هو القاعة، لأن بسبب أن القاعة أهلية وزيادة الإيجار مالتها كل مشاركاتنا تصير، يعني لو قاعة حكومية كان المفروض أن يوميا يصير عندنا تمرين مو مرة بالأسبوع أو مرتين، وقلة الميزانية أثر بشكل سلبي كلش بمشاركاتنا الدولية والمشاركات الخارجية، أضافة أنه حرارة الجو بالقاعة وال يعني الواجهة هنا أن القاعة شوية بعيدة، مكان بعيد شوية عن بعض اللاعبين، والايجار بسبب قلت لك لان غاليه شويه ما نقدر نشارك يوميا بطولاتنا يوميا. طموحاتكم في البطوله الدوليه في ماليزيا؟ والله ان شاء الله نحقق نتائج جيده، بس قلت لك بسبب المعوقات هذه بلكي نتمكن عليها وبلكي نتجاوز هاي المحنه. والله هي امتيازات موجوده بس مو ذاك الامتيازات اللي موجوده، مثل نفتقر القاعات، نفتقر التجهيزات، الظرف قبل شويه كان احسن هسه فد مره، يعني قاعة كانت عندنا مجريها فندق فلسطين مرديان انتهت، هسه إيجار هاي القاعة، الجيم بفلوس، كل ده يأثر على ميزانية الاتحاد، ده يأثر على اللاعب، ده يأثر على مخصصات النقل للاعب. مثل ما تشوف اليوم بادين احنا تصفيات بطولة ماليزيا الدولية المفتوحة للبولينج، وإن شاء الله نتوفق بها. طلباتكم اليوم للمسؤولين الرياضيين؟ والله نريد توفير القاعة بس، لا أكثر ولا أقل، بس مجرد على مود نبني قاعدة بولينج صحيحة، لأنه قاعدتنا قليلة كلش من وراء القاعات. عندنا قاعدة نسوية كبيرة، يعني تقريبا عندنا 12 لاعبة مع المتقدمات مع الشابات مع المبتدئات، حاليا يمكن يطلع أكثر من 12-13 لاعبة، والحمد لله والشكر القاعدة النسوية اللي عندنا بالبولينج تتطور تصير أحسن إن شاء الله. أبرز المعوقات اللي تواجهكم؟ بصراحة يعني قاعة، هي يعني نبقى نقول قاعة، احنا ما عندنا، بالعكس احنا يعني رغم ما عندنا قاعة بس دا نتطور، دا نأدي واجبنا ودا نجي وعندنا تطور الحمد لله، حتى المبتدئات اكو تطور يعني يصعدون شوية شوية. عدم اكمال المركز التدريبي بوزارة الشباب شلون اثر عليكم؟ نعم؟ عدم اكمال المركز التدريبي بوزارة الشباب كيف اثر عليكم اليوم؟ والله بصراحة يعني هو يأثر، شوف اللعبة إذا ما عدا قاعدة ثابتة، قاعدة مثلا كرة قدم إذا ما عندك ملعب ما تقدر تلعب، أو غير اللعبات إذا ما عندك لا قاعة ما تقدر تلعب، احنا ما عندنا قاعة خاصة لنا، إذا يكون عندنا قاعة خاصة لنا مستوانا يرفع أكثر، هسه احنا مثل ما نشوف يعني احنا إيجار، يعني إذا تلعب إذا تدفع على كل جيم، مو إيجار سنوي ولا شهري، لا على كل جيم إذا تدفع بس يعني الحمد لله والشكر ثابتين، بس احنا نريد اكثر، يعني بالعكس احنا نحتاج القاعه، انه نتمنى من وزاره الشباب ينظرون انه ويكملون القاعه، يعني ما اعتقد صعبه، ما اعتقد صعبه. دائما نتمنى كل الخير لكل رياضاتنا والعابنا وفعالياتنا، وان شاء الله يا رب دائما بتقدم وتحسن مستمر.